تأخرت ياوي. تأخرت قوي. أنا من ساعة ما خلصت من المشكلة اللي أنا كنت فيها وأنا بستناكي كل يوم عشان تزوريني في أحلامي، بس للأسف ما حصلش غير النهاردة. معقولة؟ معقولة سنة بحالها؟ معلش يا خالد، كل حاجة وليها معاد. وش معنى دلوقتي؟ اللي مش دلوقتي. يبقى انت جاية تحذريني من مصيبة تانية هتحصل في حياتي، مش كده؟ لا لا خالص، اصل انا خلاص اطمنت عليك وعلى كل اللي جاي من حياتك. امال ظهرتيلي ليه تاني؟ عشان اجاوبك على اول سؤال سألته لي اول مرة شفتني فيها. اول سؤال؟ اول سؤال كان انت مين؟ غريبة إنك معرفتنيش برضو بعد كل ده. هو أنا ملامحي اتغيرت قوي كده؟ لا، أنا كل مرة لما بصحى من النوم بحاول أجمع ملامحي بس ما كنتش بقدر. كنت بصحى لقى نفسي ناسي كل حاجة. يمكن عشان أنا عكست زيادة. بس أنا متأكد إني أعرفك. تعرفني؟ ده أنت تعرفني كويس قوي يا خالد. انت مين؟ انت امي. انت امي. وانا ازاي ما خدتش بالي كل ده؟ صباح الخير. صباح الفل. ما خدتش بالك من ايه على الصبح؟ ان انا بحبك قوي قوي قوي، وان احنا كان لازم نوصل للحظه اللي احنا فيها دي. ياه بجد، يعني ما كنتش واخد بالك؟ معلش بقى، انت عارفه يعني الدنيا تلاهي والواحد كان مشغول قوي الفتره اللي فاتت. عالصبح كده؟ عالصبح خف الدم بالشكل ده؟ ما يصحش حتى والله. بس بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي بنتي. انت عارفه ان انت الحاجه الوحيده الصح اللي انا عملتها في حياتي. يا صحيح جت متاخر شويه بس الحمد لله انها جت. انا عارفه دي احسن حاجه عملتها في حياتك، بس نفسي اطلب منك طلب. اموري. اوعى تبعد عني ابدا. اوعدك. أوعدك إن عمري ما هبعد عنك وهفضل جنبك لغاية آخر يوم في عمري. آه يا قلبي. يلا بقى عشان ما تأخرش على الشغل. لا لا استني، بقولك إيه، شغل إيه؟ طب ما إحنا عندنا شغل أهم دلوقتي. اللي أنت شايفه. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. يخليك ليا دايما يا حبيبي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.